السلام عليكم ورحمة الله. إذن مرحبا بكم في الحصة رقم 24 من سلسلة التمارين الدالة الأسسية النيبيرية. إذن هذه أول حصة في حساب النهايات. إذن نبدأ بمراجعة بسيطة للنهايات الأساسية. إذن هذه النهايات المهمة واللي خصكم ضروري تضبطوها، لأن في حال إذا كنت ما فهمش النهايات الأساسية مزيان فراه النهاية فراه ميمكن لكش حسب النهايات ولا غتلقى مشاكل كبيرة في حساب النهايات. إذن أول نهاية أساسية هذه كنستعملها بشكل مباشر بدون ما نبرهن عليها. إذن أول نهاية أساسية هي الليميت ديال أو إكس عندما يؤول إكس إلى زائد لا نهاية، كتساوي لنا زائد لا نهاية، يعني الإكسبونسيال ديال زائد لا نهاية راه كتساوي زائد لا نهاية. الليميت ديال الإكسبونسيال ديال إكس في موال لانفيني كتساوي لنا زيرو بلوس. إذن الأو ديال موال لانفيني كتساوي لنا صفر زائد الليميت ديال او اكس على اكس بلس انفيني كتساوي لنا بلس انفيني. بشكل عام ممكن لي نعمم هذه العلاقه، هذه الليميت ديال او اكس على اكس ان بلس انفيني كتساوي لنا بلس انفيني. اذا كملاحظه في النهايه ديال او اكس او لا ديال او اكس على اكس في بلس انفيني دائما كتساوي لنا بلس انفيني، في حين ليميت ديال او اكس في موال لانفيني او لا ديال اكس او اكس في موال لانفيني او لا بشكل عام ديال اي اكس ان او اكس في موال لانفيني فدائما كتساوي لنا صفر. واخر نهايه هي ليميت ديال او اكس ناقص واحد على اكس عندما يؤول اكس الى صفر كتساوي لنا واحد. اذا نبداو باول نهايه. اذا اول حاجه كنشوف واش هذه نهايه اساسيه او لا. اذا ليميت ديال او اكس على اكس مربع، اذا هذه بطبيعه الحال نهايه اساسيه، اذا كتساوي لنا بلس انفيني. هنا نرد البال، لان في حال الا كانت عندنا مثلا ليميت ديال او اكس على اكس اس مثلا 1 على 2 اذا هذه ماشي نهايه اساسيه، لان حنا عندنا هنا 1 على 2 ماشي، يعني عدد خص العدد يكون كينتمي الان باش تكون نهاية اساسية، يعني يكون عدد صحيح طبيعي. النهاية الثانية الليميت ديال اكس كاري او اكس عندما يؤول اكس الى ناقص لا نهاية، اذا هذه كذلك نهاية اساسية كتساوي لنا صفر. حتى هنا اذا نرد البال خص يكون اكس ان، يعني ان تكون عدد صحيح طبيعي، ما تكونش مثلا اكس ديال 3 على 2 او اكس، فهذه ما غتكونش نهاية أساسية. إذا ندوزو النهاية الموالية، الليميت ديال إكس ليكسبونسيال ديال واحد على إكس ناقص واحد. إذا دائما في النهايات كنعوض كندير التعويض المباشر. إذا التعويض المباشر شنو غادي يعطيني؟ غيعطيني بلوس لانفيني ليكسبونسيال ديال واحد على إكس، أي واحد على بلوس لانفيني، واحد على لانفيني هي صفر، إذا او ديال صفر ناقص واحد، و او ديال صفر هي واحد، واحد ناقص واحد راه هي صفر، اذا صفر في لانفيني، هذا شكل غير محدد، يعني فورم انديتيرميني. الاشكال الغير محدده كاين ربعه الاشكال، كاين صفر على صفر، لانفيني على لانفيني، والصفر مضروب في لانفيني، و بلوس لانفيني موان لانفيني. اذا هذه ربعه الاشكال غير محدده، يعني مثل هذه الاشكال هذه خصني ندير نحيد الشكل الغير محدد باستعمال اما التعميل المرافق التفكيك، وكاين عده تقنيات يمكننا نستعملوها. اذا هنا ممكن ندير تغيير المتغير. اذا الا شفنا في الا لاحظت مزيان في التعبير كنلقاه قريب من هذا التعبير هذا، اذا يمكن لي ندير تغيير المتغير. اذا نضع ماذا؟ نضع واحد على إكس تساوي تي. إذن عندما يؤول إكس إلى بلوس لانفيني تي يؤول إلى ماذا؟ إذن حنا عندنا بلوس لانفيني تي كيساوي لنا واحد على إكس، يعني واحد على بلوس لانفيني أي صفر، إذن تي يؤول إلى صفر. إذن النهاية تصبح على هذا الشكل. إذن ليميت ديال إكس أو واحد على إكس ناقص واحد بلوس لانفيني تساوي ليميت، اذا كنرجعو تي كنديرو تغيير المتغير تي يؤول الى صفر
يمكن ندير صفر بلوس او صفر ماشي مشكل. اكس غتولي هي واحد على تي، او ديال واحد على اكس يعني اكس كنعوض واحد على اكس بالتي، اذا هي او ديال تي ناقص واحد. اذا ليميت، اذا هذا التعبير يمكن نكتبه على هذا الشكل، هذا او تي ناقص واحد على تي تيؤول الى صفر. اذا هذه نهايه اساسيه كتساوي لنا واحد. الليميت ديال ليكسبونسي ديال اكس على اكس مربع زائد واحد عندما يؤول اكس الى بلس لانفيني. اذا دائما التعويض المباشر، اذا او ديال بلس لانفيني هي بلس انفيني على بلس انفيني زائد واحد بلس انفيني. اذا لانفيني على لانفيني شكل غير محدد. اذا يمكن لي ندير هنا تقنيه التعميل. اذا الليميت ديال او اكس، اذا ممكن نعمل في المقام اكس مربع. اذا عملنا في الحد الاول باكس مربع يعني غيبقى لي واحد، والحد الثاني كانت واحد، اذا هذاك الشيء اللي عملت به غنقسم عليه اكس مربع ليميت. اذا يمكن لي نكتب التعبير على هذا الشكل، او اكس على اكس مربع مضروب في واحد على واحد زائد واحد على اكس مربع بلس انفيني. اذا هذه نهايه اساسيه، وهنا العوض غيجي واحد على واحد زائد واحد على الانفيني اي واحد على اي زائد صفر. اذا غتجينا الانفيني مضروبه اذا بلس انفيني، اذا نهايه اساسيه كتساوي لنا بلس انفيني مضروبه في واحد يعني بلس الانفيني. لان دائما كنديروا التعليل، لان الليميت ديال او اكس على اكس مربع في الانفيني هي بلس انفيني، و ليميت ديال واحد على اكس مربع تساوي صفر بلس الانفيني. النهايه المواليه دونك كندير التعويض. اذا غيجينا ليميت او نديرو التعويض بشكل مباشر، عندنا او ديال مول الانفيني، او ديال مول الانفيني راه هي صفر على مول الانفيني، صفر على مول الانفيني يعني بحال اللي عندك صفر واحد على الانفيني اي صفر. اذا هذه تساوي مباشره صفر، لان ليميت ديال او اكس في مول الانفيني هي صفر، والليميت ديال واحد على اكس في مول الانفيني هي صفر كذلك، لان هنا راه بحال اللي عندي ليميت ديال او اكس مضروبه في واحد على اكس مول الانفيني. اذا الليميت ديال الداله مضروب في واحد على اكس. الان الليميت ديال اكس ناقص واحد او اكس زائد واحد على اكس. اذا الى درنا التعويض المباشر، اذا كنعوض اكس بصفر، اذا غيجينا صفر ناقص واحد، او ديال صفر هي واحد زائد واحد على صفر. اذا غيجينا ناقص واحد زائد واحد على صفر اي صفر على صفر يعني شكل غير محدد. اذا هنا خصني نحيد الشكل غير محدد. اذا هنا ممكن نديرو النشر، اذا التعبير اللي كاين في المقام كندير له النشر. اذا عندنا اكس ناقص واحد عامل او اكس زائد واحد، اذا اكس مضروبه في اكس في او اكس، اذا هي اكس او اكس ناقص واحد في او اكس، اذا هي ناقص او اكس زائد واحد على اكس، اكس يؤول الى صفر. اذا ممكن هنا نديرو تفكيك. قبل ما نديرو التفكيك غادي نحاول نبسطو شي شويه الكتابه. اذا عندنا ناقص او اكس زائد واحد، هنا ممكن نعمل بناقص واحد، اذا غيجينا او اكس ناقص واحد، عملنا باشاره سالبه يعني الاشاره ديال الحدود غادي تغير. اذا على اكس دائما اكس يؤول الى صفر. اذا دابا غادي نديرو تفكيك. ممكن يكون عندنا ا ناقص ب على سي مثلا، فراها هي ا على سي ناقص ب على سي. اذا ليميت ديال اكس او اكس على اكس
ناقص او اكس ناقص واحد على اكس، اكس يؤول الى صفر. هنا ناقص التعبير هذا كامل طبيعة الحال. اذا هنا كيمكن يختزل باكس، كيبقى لنا ليميت ديال او اكس، اكس يؤول الى صفر ناقص، اذا هذا كامل او اكس ناقص واحد على اكس. اذا دابا عوضنا، عندنا هنا نهايه اساسيه تعطينا تؤول الى واحد، او اكس يعني او صفر غيؤول الى واحد، اذا غيجينا واحد ناقص واحد تساوي صفر، لان ليميت ديال او اكس ناقص واحد على اكس في الصفر هي واحد. وبطبيعة الحال ليميت ديال او اكس في الصفر هي واحد. النهاية الموالية ليميت ديال او اكس ناقص واحد على اكس ناقص واحد. اذا هذه النهاية كيمكن لي نصوبها بجوج ديال الطرق. الطريقة الاولى كنستعمل العدد المشتق. شنو هو العدد المشتق؟ العدد المشتق هو عندنا واحد التعبير كنا قريناه، كنت قريته يعني في الاشتقاق، ليميت ديال اف لي اكس ناقص اف لي اكس زيرو على اكس ناقص اكس زيرو عندما يؤول اكس الى اكس زيرو. الا كانت اف قابل للاشتقاق في اكس زيرو فهاد النهاية كتساوي لنا اف بريم ديال اكس زيرو. هنا مثلا كيمكن لي ندير او اكس ناقص واحد، اف في هاد الحالة كتكون هي او اكس. اذن هذا راه باين التعبير، اذن اف ديال اكس هي او اكس، و اف ديال واحد راه هي او ديال واحد، و اف ديال صفر اذن راه نفس التعبير هنا. اذن هادي شنو غتساوي لنا؟ غتساوي لنا اف بريم ديال اكس ديال واحد، اف بريم د واحد، هادي غتساوي لنا اف بريم ديال واحد. اذا الى درنا الاشتقاق ديال داله او اكس راه هو او اكس، يعني اف بريم ديال واحد غيعطينا او ديال واحد اي او، يعني هذا غيساوي لنا او. اذا يمكن لي نحسبه بهذه الطريقه هذه، ويمكننا نحسبوه بطريقه اخرى. اذا حنا نستعملوا الطريقه الثانيه. اذا الى عوضنا غادي يجينا نعود اكس بوجهنا او ناقص او على واحد ناقص واحد، يعني غيجينا صفر على صفر بشكل غير محدد. اذا هنا غادي نديرو تغيير المتغير. شنو هو التغيير المتغير اللي غادي ندير؟ اذا نضع اكس ناقص واحد تساوي تي، يعني ان اكس تساوي ماذا؟ اذا ناقص واحد كنردو للطرف الثاني كتساوي لنا تي زائد واحد، أي عندما يؤول إكس إلى واحد تي يؤول إلى ماذا؟ إلى عوضنا إكس بواحد هنا يجينا واحد ناقص واحد، يعني هي صفر، يعني تي يؤول إلى صفر. إذا غادي ناخدو الدالة ديالنا، إذا عندنا الليميت ديال أو إكس ناقص أو على إكس ناقص واحد، إكس يؤول إلى واحد. إذا غنديرو تغيير المتغير، اذا تي يؤول الى صفر، او ديال اكس، اذا اكس قلنا غادي تساوي لنا تي زائد واحد، اذا هي تي زائد واحد ناقص او على ماذا؟ على شنو عندنا؟ اكس ناقص واحد، اذا على تي، اذا هي الليميت. اذا عندنا او ديال تي زائد واحد شنو هي؟ هي او ديال تي مضروبه في او اس واحد، اذا هي او او تي. اذا الليميت ديال او او تي ناقص او على تي، تي يؤول الى صفر. اذا الليميت هنا غادي نعمل بأو في البسط، اذا شنو غيبقى لنا؟ غيبقى لنا او تي في الحد الثاني غيبقى لي ناقص واحد على تي، اذا تي يؤول الى صفر. اذا عندنا هنا واحد النهايه أساسية اللي غتساوي لنا واحد، إذا غيكون عندنا أو مضروب في الواحد، يعني هي أو.